أحبائي، منواصل التعليم الشهير عزة المسيح على الجبل، واليوم أنا رح أتكلم من عند بحيرة طبرية، ضفاف بحر الجليل الجميل. وهذا المكان اللي شهد طبعاً أجمل التعليم وأقوى المعجزات. ومن الجهة الأخرى بتشوف عدة مناطق مثل كفر نحوم والمجدل اللي هي بلد مريم المجدلية. رح أتكلم اليوم عن حديث المسيح، عن شريعة المسيح الجديدة، لا تقاوموا الشر. أنا بدعوك إنه تبقوا معي حتى نسمع لهذا التعليم من الأراضي المقدسة.